تلقى الوداد الرياضي ضربة كبرى بإصابة نجمه زهير المترجي وغيابه عن كأس العالم للأندية المقرر الشهر المقبل. وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب حاجته إلى 3 أشهر، ما يعني غيابه عن المونديال المرتقب بالمغرب وكذلك باقي مباريات جولات الذهاب للدوري المغربي وأول 5 جولات من مرحلة الإياب وذهاب دوري أبطال إفريقيا. وكان أنصار فريق الوداد الرياضي قد استبشروا خيرا بعودة المترجي بعد استئناف الدوري في أعقاب فترة توقف المونديال. وتألق المترجي في مباراة المغرب التطواني بالجولة الماضية وسجل هدفا رائعا من مجهود فردي وهو ما كان سببا في إصابته. وينضم المترجي لسينيغالي جونيور بولي سامبو الهداف الودادي في الموسم الحالي الذي تأكد غيابه عن المونديال هو الآخر لتصبح حاجة الفريق والمدرب النفطي ملحة في التعاقد مع مهاجمين إضافيين.